بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أبنائي تلاميذ سنة الرابعة، أهلا وسهلا بكم كل أخواتي الفاضلات، أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله راح نعملوا بعض الوضعيات الإدماجية، اليوم وضعية إدماجية أشرح من خلالها فهم الوضعية الإدماجية لأولادي اللي عندهم شوية نقص في فهم وحل الوضعيات الإدماجية، لأنه كثير الأمهات يقولوا لي أنهم أبنائهم ما يفهموش أصلا الوضعيات الإدماجية. إذن الوضعية اليوم يمكن تبان للبعض أنها بسيطة جدا، لكن البعض يراها صعبة ولا يفهمها أساسا. إذن نبدأ مباشرة كي لا أضيع الوقت. اشترى الأب لباسا رياضيا ب 1500 دينار جزائري لخالد، ومعطفا ب 3000 دينار جزائري لمريم، واشترى للأم ثوبا بضعف ثمن اللباس الرياضي. هنا المطلوب ما هو؟ المطلوب ما هو ثمن المشتريات؟ احنا وش عندنا أبنائنا؟ هنا السؤال، ما هو ثمن المشتريات؟ إذن أبنائي كما قلت أنه نقرأ الوضعية مرتين، إن لم نفهمها نقرأها للمرة الثالثة ونتخيلوها ولا نرسموها. أحيانا وضعيات لازمنا نرسم هكا في مسودة شكلهم. لهنا بسيطة جدا، واش قلنا؟ قلنا اشترى الأب لباسا رياضيا، لباس رياضي ب 1500، هذا الثمن الأول باين. المعطف اللي شراه لمريم 3000 دينار جزائري. أما الثوب الذي اشتراه للأم فقلنا في المعطيات ما هو؟ هو بضعف ثمن اللباس الرياضي. يعني هنا احنا لباس الأم ما ناش عارفينه، بالتالي أنا قبل ما نحسب ثمن المشتريات كامل وش لازمنا؟ ماذا يلزمنا ثمن؟ لازمنا نحسبوه، لازمنا نعرفو ثوب الأم، سعر ثوب الأم، والله ثمن ثوب الأم. وقلنا ثوب الأم بضعف ثمن لباس رياضي، بسيطة. إذن أبنائي إحنا بعد ما نفهموا المشكلة ونحدوا المعطيات، الآن نهتموا بالهيكلة أو بالشكل تاع الإجابة. هذا نصف الإجابة هو هذا الشيء، أن نهتم بالنظام والهيكلة تاع المشكلة. احنا عندنا الحل، عندنا الأجوبة والعمليات لهنا حسب الترتيب اللي يعملوا المعلم. أحيانا المعلمين يديروا العمليات من والأجوبة من. احنا عندنا الجواب الأول وش هو؟ راح نبحثوا على ثمن ثوب الأم. ثمن ثوب الأم وش قلنا؟ قلنا هو ضعف ثمن لباس الرياضي. كم كان ثوب ثمنه؟ كان 1500. أنا إذن هنا عندي طريقتين للحل. الأولى ما هي؟ مريم تقدر تجاوبي؟ الطريقة الأولى هي 1500 زائد 1500، والطريقة الثانية 1500 في 2. أحسنتي، جيدة. الحقيقة فاجأتها بالسؤال. إذن لهنا عندي طريقتين، إما أني الضعف، أني العدد نزيد له نفسه به نحصل على الضعف، ولا العدد نضربه في 2 وأحصل على الضعف. إذن إحنا بسيطة به نمرنكم على عملية الضرب. إذن أبنائي كما تعودتم في إجراء مثل هذه العمليات، ماذا نفعل؟ الأصفار نضعها هكذا بقفص وننزلها صفر صفر، ننزل الأصفار كما هي. ثم ماذا نفعل؟ نضرب الاثنان في الخمسة، كم تعطينا؟ تعطينا 10. إذن أضع الصفر وأحتفظ بالواحد. 2 في 1 كم؟ 2، وماذا؟ والواحد 3، إذن 3000. إذن أبنائي بما أننا قلنا أنه الترتيب مهم جدا، وش نعمله هنا في الإجابة؟ ماذا نكتب؟
العملية الأفقية وأكتب النتيجة ولا أكتب الوحدة. هنا في الإجابة ثمن ثوب الأم أكتب النتيجة لكن أمامها الوحدة. هنا الوحدة ضرورية أنها لأنه أبنائي فيما بعد التنقيط وذاك يولي وينقصوا لكم على الوحدة لما ما تكتبوهاش وكل شيء. الآن نذهب للسؤال الأساسي هو ثمن المشتريات. أنا الآن مشتريات كامل نعرف ثمنهم. لدي ماذا لدي؟ ثمن اللباس الرياضي 1500، لدي ثمن المعطف 3000، وثمن ثوب الأم 3000 دينار جزائري. إذن الترتيب مهم جدا، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، والألاف تحت المئات. أجري العملية بسيطة جدا. إذن 0 0 5، وهنا لدينا 5، وهنا لدينا 6، إذن 7، لدينا 7، إذن لدي 7500. إذن ثمن المشتريات هنا أكتب 7500 دينار جزائري، وهنا أعيد كتابة العملية الأفقية. هذه أبنائي عملية بسيطة كمساعد، وضعية بسيطة كمساعدة للأبناء اللي عندهم نقص. وراح إذا عجبتكم هذه الطريقة حنكثر لكم منها كل مرة، وننوعوا أحيانا في الكتل، أحيانا في الأطوال، أحيانا في التكلفة والربح، به أبناء اللي ناقصين يطلعوا شوية إن شاء الله. نقول لكم إلى هنا إلى اللقاء، نلتقي في فيديوهات أخرى بحول الله.